السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة هنبتدي مجموعة جديدة من الفيرال انفكشنز اللي هي Human Herpes Virus Infections. Herpes viruses are enveloped DNA viruses. زي ما احنا شايفين ال DNA core اللي هو لونه احمر حواليه الكابسيد معمول من proteins وبعدين further surrounded by the envelope اللي هو phospholipid bilayer وفي spike glycoproteins اللي هو لونه اخضر. الهربيس فيروسز لها صفات in common اللي هي هو طبعا several herpes viruses لكن هما كلهم بيعملوا primary infection اللي هي بتصيب الجسم اول مرة بتبقى acute primary infection وبعدها بيبقى الفيروس بيروح في بيبقى latent within the cells. latency دي بتبقى فين؟ في viral DNA بيروح بيكون موجود في النيوكليوس بتاع السيلز الهوست سيلز بس مش في الكروموسوم نفسه مش انتجريتد في الكروموسوم لا بيبقى عبارة عن اكسترا كروموسومال بارتيكل بسميها ابيسوم ده في فترة الليتنسي. بعد الليتنسي بيعمل recurrent infection او secondary infection وطبعا في اغلب الحالات بتكون ممكن secondary infection بتحصل مرة واحدة او ممكن بتكون تحصل مرة مرتين ثلاثة فبسميها recurrent infection. يبقى ال latent virus persists لمدة طويلة بيستمر جوه ال cells على شهية extra chromosomal particle وبعدين بعد كده بيعمل بيحصله reactivation by certain stimuli فبيتحرك من latent state لل recurrent يعمل لنا recurrent infection. herpes viruses عندنا herpes simplex virus 1 and 2 ودول بيسببوا بيسببوا fever blisters and genital infections. عندنا varicella zoster virus اللي هو بيسبب لنا chicken pox and shingles. نمرة أربعة عندنا Epstein Barr virus اللي هو بيسبب infection في lymphoid tissue. عندنا نمرة خمسة السيتوميجلوفيروس وده it infects the salivary glands and other organs in the body. Human herpes virus 6 and 7 دول بيسببوا لنا infections زي روزيولا وعندنا human herpes virus number 8 بيسبب لنا او بيكون factor مهم ان الشخص يصيبه كابوسيس ساركوما نوع من انواع الكانسر. هنبتدي في الاول نتكلم على herpes simplex viruses او HSV. herpes simplex viruses عبارة عن 2 serotypes HSV 1 او herpes simplex virus type 1 و herpes simplex virus type 2 الاثنين بيسببوا primary infection بعدها بيبقى فيه latent infection with recurrent infections at irregular intervals دايما بيحصل recurrence حسب المناعة بتاعة الجسم. Description of the disease هنبتدي herpes simplex virus type 1 herpes simplex virus type 1 بيسبب لي أول حاجة herpes labialis. herpes labialis ده بيبقى عبارة عن fever blisters أو cold sores اللي هي موجودة حوالين الماوث and the lips الشفايف ودي بسميها herpes labialis بتبقى عبارة عن فقاقيع صغيرة زي ما احنا شايفين في الدياجرام دي بنقول عليها fever blisters or cold sores مجازا هي طبعا مش برد هي herpes virus لكن مجازا بتسمى cold sores. تاني form بتاع herpes simplex virus type 1 اللي هو herpetic keratitis. herpetic keratitis ده بيبقى عبارة عن corneal lesions موجودة في العين في الاي
ودي بتبقى في الكورنيا اللي هي القرنية اللي هي زي ما احنا شايفين واخدة نمرة واحد في الدايجرام اللي قدامنا. تالت فورم بتاع الهيربي سيمبلكس فيروس تايب 1 هو هيربيتيك ويتلو، وده بيبقى موجود on the fingers وبيبقى واخد الشكل اللي احنا شايفينه الفيسيكلز او البليسترز على الفينجرز، وده اوكيوبيشنال هازارد. يعني ايه اوكيوبيشنال هازارد؟ يعني بيجي نتيجة اوكيوبيشن او شغل معين او وظيفة معينة، غالبا بتكون نتيجة ان الشخص بيحط ايده بق العيان اللي عنده هيربس، لان الهيربس فيروس بيبقى موجود في الريسبيراتوري سيكريشنز وفي السلايفا. فلما زي الدنتست اللي هو طبيب الاسنان والنيرسز اللي ممكن يحطوا ايديهم جوه بق العيان، بيحصل امبلانتيشن للفيروس وبيعمل لنا الهيربيتيك ويتلو. يبقى ده الوحيد اللي بيجي عن طريق اوكيوبيشنال هازارد. هيربيس سيمبلكس فيروس تايب 2 الديسكريبشن اوف ذا ديزيز بيبقى جينيتال هيربيس. جينيتال هيربيس موجود في الجينيتال اريا، بيبقى فيه ليجنز اون اند اراوند ذا جينيتال اورجنز. The pathogenesis أو ال disease mechanism، ال incubation period بتبقى from 2 to 12 days. بيحصل infection إزاي؟ عن طريق direct contact. Direct contact to the skin or the mucous membrane. وطبعا بتكون ال skin لازم بيكون فيه cracks أو abrasion، ما بيكونش intact skin. Direct contact with the skin or the mucous membrane. Mucous membrane of the mouth, the throat and the genitals. أي حاجة. طيب بيحصل إيه بقى لما بيحصل direct contact؟ بيحصل local multiplication. فبيحصل multiplication في الأريا دي وبتعمل direct cytopathology اللي هي cytopathic effect. Cytopathic effect اللي هي الإفكت بتاع الفيروس ده على السيلز نفسها. ودي حاجة خاصة بالمعمل وهتشوفوها في العمل إن شاء الله. طيب السيتوباثيك افكت بتاعت الهيربيس فيروس بتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن انها بتعمل لي جاينت مالتي نيوكليتد سيلز. زي ما احنا شايفين النورمال سيلز لونها اخضر، بتكون سيل صغيرة وفيها 1 نيوكليوس. لما بيحصل انفكشن بالهيربيس سيمبلكس فيروس بيعمل ادهيجن ادهيجن للسيلز دي، فبتبقى لكذا سيل، فبتبقى مالتي نيوكليتد يعني فيها سيفرال نيوكلياي، وتبقى السيل مش سيل واحده، بتبقى كذا سيل متجمعين مع بعض، فبيبقى شكلها جاينت او عملاقه. جاينت سيل with مالتي نيوكلياي او مالتي نيوكليتد جاينت سيل. طيب طبعا بيحصل انفكشن بالكونتاكت في بالنسبه للهيربيس سيمبلكس فيروس تايب 1 في تشايلدهود ايرلي تشايلدهود اند انفانسي اللي هي من سن 6 ل 18 شهر. ليه بقى؟ لان بيبقى السكن ضعيف وقتها، وبيبقى في يعني كتير البيرنتس او اي ادلتس مصابين بالكولد سورز او ليجنز through kissing، يعني فبيبقى دي direct contact with the babies، فبينقل لهم الانفكشن. طبعا الفيروس عشان يحصل له replication بيحصل في السكن زي ما قلنا local multiplication. فين بيكون؟ في الepithelial cells of the skin and the basal layer of the skin، وبيفضل هناك كده. لما يعمل lesions دي يبتدي يتنقل، يعمل viremia primary viremia ويتنقل للريجنال ليمف نودز في الاول، وبعدين يروح للبلد يعمل لي فيريميا، وبعدين يتنقل لديستنت اورجنز او اورجنز موجوده بعيد عن مكان الانفكشن. دايركت كونتاكت بيعمل دايركت سايتوباثولوجي، وبيعمل سيل تو سيل سبريد، وبيعمل ليتنسي بعد كده. طب الليتنسي دي بتروح فين؟ الفيروسز بعد ما بيعملوا الانفكشن في السكن ما بيتنقلوش عن طريق البلد، لا دول بيتنقلوا عن طريق سيل تو سيل سبريد. فالسيل تو سيل سبريد ده بيخلي الفيروس ما يجيش ان كونتاكت وذ ذا انتي بوديز اللي الجسم بيكونها، تبقى موجوده في الانتر سيلولر سبيسز. ف 20-50% من البرايمري انفكشن الفيروس بينمو بيحصل له ريبليكيشن في
المكان في السكين وبعدين بيحصل ريبليكيشن تاني في الديستال ريجنز اوف ذا سنسوري نيورونز، بيبقى النيورونز اللي موجوده في المنطقه دي بيحصل فيها فيرذر ريبليكيشن وبعدين بيبقى كاريد ثرو ذا نيورونز تو ذا جانجليا اللي هي العقد العصبيه. بعد كده بيفضل ليتنت، موجود ليتنت في نيورونز وهناك بيكون مستخبي من الاميون سيستم. ليه؟ لان لو حصل بقى موجود انتي بوديز عمرها ما هتعمل نيوتراليزيشن الفيروس ده. ليه؟ لان هو مستخبي جوه النيورونز. طيب من هناك بقى اللي هو في الجانجليا والنيورونز والجانجليونيك نيرف سيلز الفيروس بيحصل له، بيفضل ليتنت هناك. واي لما بيحصل ستريس اور اميون سبريشن بتعمل ري اكتيفيشن للفيروس فبيرجع تاني على نفس النيرفز ينمو ويرجع تاني لمكان الاصابه الاولاني اللي هو برايمري سايت اوف انفكشن او البورتال اوف انتري ويحصل ريبليكيشن، وهو غالبا بيكون السكن او الميوكس ميمبرين. طبعا السيل ميديتد اميونيتي از فيري امبورتنت زي ما قلنا في الحاجات اللي قبل كده، في الامراض اللي قبل كده، في الفايرال انفكشنز بتبقى مهمه قوي في ظهور السيمتومز وبتبقى مهمه فور ريزولوشن اوف ذا انفكشن. السيل ميديتد اميونيتي از فيري امبورتنت. Initial infection on a herpes simplex virus type 1 بتحصل في infancy and childhood تقريبا من سن 6 ل 18 شهر، بيكون في الميوكس ممبرين زي ما قلنا بتاع الماوث الثروت and the genitals or through breaks or cracks or abrasions in the skin لان بتبقى permeable للفيروس، والبيبيهات بيبقى السكين بتاعهم very permeable لحاجات كده. ده بيبقى الانفكشن. بالنسبة ل HSV type 1، لكن HSV type 2 عشان بيتنقل through sexual contact لأنه هو موجود في الجنتل organs بيتنقل عند سن 14 ل 29 سنة. الكلينيكال سيمتومز بقى هنمسك في الأول الأورال هيربيس. الأورال هيربيس بيبقى موجود دايما في الميوكوكيوتينيوس بوردر اللي هو حوالين الميوكوكيوتينيوس بوردر اللي هو بين الميوكوس والسكين اللي هو عند الليبس الشفايف. اول انفكشن البرايمري انفكشن بتكون من 10 ل 15% منها بتكون عباره عن هيربيتيك جينجيفو ستوماتايتس. هيربيتيك جينجيفو ستوماتايتس دول بيبقوا فيسيكلز موجوده كتيره ان ذا اورال ميوكوس ممبرين، موجوده في الجامز في اللثه في الميوكوكيوتينيوس بوردر، يبقى في الميوكوس ممبرين بتاعت الفم في اللثه وفي الميوكوكيوتينيوس بوردر عند الشفايف. الليجنز دي بتظهر في الاول على شكل كلير فيسيكلز، فيسيكلز ما فيهاش مجرد فلويد فيها، وبعد كده بيتحول انتو ulceration يعني بيبقى فيه زي ulcer كده قرحه موجوده. الفيسيكلز دي ممكن تكون موجوده في اي حته في البيبيهات اللي ممكن الهيربيتيك ادلت يبوسوا فيها، زي مثلا القوره، الرقبه، الخد، اي حته ممكن يحصل كونتاكت مع الفيروس لان السورز الفيفر بليسترز دي الموجوده في الادلتس دي الفلويد اللي فيها بيبقى فيها لايف فيروس، فهو ده اللي بيتنقل باي كونتاكت ويعمل لي الانفكشن. اوكي طيب الريكورنت انفكشن بتاع الجينجيفو ستوماتايتس ده بعد كده بيحصل ليتنسي زي ما قلنا في الـ في النيرف في الجانجليا والجانجليونيك نيرف سيلز، وبعدين لما بيحصل ري اكتيفيشن بيرجع تاني يعمل لنا الفورم اللي هو اسمه هيربيس لابياليس، بيبقى الاعراض اخف شويه لكن بتبقى موجوده في نفس المنطقه اللي هي لانه بيرجع يمشي على نفس النيرف اللي هو مشي عليه ويستخبى في الجانجيا ويرجع تاني ويعمل الفيسيكل زي ما احنا شايفين هيربيس لابياليس. زي ما قلنا الانفكشن دي ممكن تكون موجوده في الهيد اند نيك، البرايمري انفكشن بنتيجه كيسينج اوف ان اوف هيربيتيك ادلت. هيربيتيك ادلت، طيب هل معنى كده ان انا لو انا هيربيتيك ادلت وعندي بيبي ما اقدرش ابوس ابني؟
لا ممكن تبوس البيبي لكن لما يحصل complete re-epithelialization للسكين. ليه؟ لأن الفيسيكلز طول ما هي موجودة بيبقى فيها live virus. لما يحصل complete re-epithelialization للسكين مش هيبقى فيه live virus فبالتالي مش هيتنقل. فأنا أنتظر لما يخف تماما وممكن أقدر أبوس البيبي زي ما أنا عايزة. تاني فورم اللي هو conjunctivitis and keratitis. conjunctivitis and keratitis. keratitis يعني inflammation of the cornea اللي هي التهاب القرنية. دي عادة معظم الوقت بتبتدي في عين واحدة. بيبقى فيها شكلها ايه؟ بيبقى فيها vesicles وبيبقى فيها swollen eyelids. اوكي؟ ممكن بقى تتنقل للعين التانية. ايه اللي بيحصل بقى لما بيحصل latency وترجع تاني بيحصل recurrence؟ بتظهر الفيسيكلز تاني. الفيسيكلز بتتحول لألسرز. الألسرز دي ممكن تعمل كيراتايتس التهاب في القرنية, تعمل لنا كورنيال سكارينج وتؤدي إلى كورنيال دامج, ولو أهمل ممكن يؤدي إلى بلايندنس يعني ممكن تؤدي إلى العمى. لكن لو اتلحقت من الأول ما فيش مشكلة وبيحصل latency وأي recurrence بيحصل بقدر أتعامل معاه أو أتزبط معاه, ما فيش مشكلة بيتعالج وكله. herpetic weak له بقى زي ما قلنا ده occupational hazard, وده بيحصل نتيجة الـ implantation of the virus into the fingers of dentists or nurses or people that put their hands into the mouth. فبيحصل contamination of the hands by the virus من saliva و respiratory secretions اللي موجودة في بق العيان. حتى لو العيان في latent infection وما فيش أي أعراض عليه, ممكن في بعض الأوقات respiratory secretions بتاعته والسلايفا ممكن يكون فيها الهيربيس فيروس. genital herpes بقى بيبقى فيه primary infection بتاعته بتبقى في معظم الحالات بتبقى asymptomatic. أوكي؟ لكن بتبقى فيه symptoms of transient viremia اللي هي primary viremia اللي هي ايه بقى؟ fever headache malaise. فما بقدرش احدد بالظبط ايه اللي موجود ده. بعد كده بقى بيبقى فيه painful, بيبقى فيه pain و itching في المنطقة دي, وبعدين يبتدي يظهر الجينيتال هيربيس. بيظهر على هيئة ايه؟ طبعا painful بيوجع, itching يعني بيهرش, والvesicles بتبقى في الاول على شكل clear vesicles بتتحول لwet ulcer. الulcer دي بيحصل لها crust قشرة وبعدين بيحصل complete healing وreepithelialization of the skin. نفس الحاجة هنا لما بنقول الvesicles دي موجودة يبقى هتنقل عن طريق الكونتاكت, لان الvesicles بيبقى فيها live virus, يبقى we prevent sexual intercourse في الفترة دي لغاية لما يحصل complete re-epithelialization of the skin. اوكي؟ طيب بعد كده بيحصل latency. latency بيحصل فين؟ بيروح الفيروس يستخبى في lumbosacral ganglion اللي هي موجودة في اسفل العمود الفقري. في اللامبر اريا او السيكرال اريا بيبقى فيها اللامبوسيكرال جانجليون, هي دي العقدة العصبية اللي بيستخبى فيها الفيروس. طبعا بيحصل ريكورنس, ولما بيحصل ريكورنس نتيجة ضعف المناعة بيبقى طبعا دايما الريكورنس بيبقى الفترة بتاعته اقصر وبتبقى مايلدر less severe. الاعراض بتبقى less severe. بس قبل ما يحصل إيرابشن للفيسيكلز بيبقى فيه حرقان في المنطقة, burning sensation, حرقان. وبعدين بيحصل إيرابشن of the vesicles, بتبتدي تظهر الفيسيكلز, وبعد short period بتختفي الفيسيكلز دي, بيحصل complete healing and re-epithelialization of the skin, وبتبقى الأعراض shorter and less severe than the primary infection. يبقى هي primary infection بتبقى أكتر حاجة قوية. neonatal infection. كلمة neonatal يعني newly born. new natal يعني after birth. طيب neonatal يعني بعد الولادة. neonatal infection دي بتحصل امتى بقى؟ بتحصل للبيبيهات اللي هو immediately before or during
birth. Okay. لكن لو حصل infection during pregnancy يبقى دي اسمها congenital infection لان بتعمل infection للبيبي وبعدين بينزل already infected. هنا النيونيتال انفكشن بيكون البيبي اوريدي كامل التكوين بس بيحصل انفكشن دي immediately before and during birth. دي بتحصل امتى بقى؟ لما بيبقى في المذر عندها active herpes simplex virus 2 بيبقى عندها active vesicles موجودة في الجينيتال اريا بتعمل secretion للفيروس في الجينيتال secretions وبيصيب البيبي immediately before or during birth. طيب البيبيز لو immediately before حصلها infection immediately before birth بيبقى بتتولد عندها lesions على جسمها اوكي. لكن لو البيبيهات دي حصلها infection اثناء الولادة وهي بتمر في البيرث كانال وجت in contact with the vesicles وحصلها infection ما بتتولدش بالvesicles دي او lesions دي لكن بتظهر عليها lesions دي 1 to 2 weeks after birth اوكي. وده منطقي او لوجيك اوكي. طيب ايه بقى الخطورة بتاعت عملية النيونيتال انفكشن؟ عندنا ممكن بيحصل بقى اذا كان الديزيز موجود في الماوث والسكين والايز المورتاليتي ريت بيوصل ل30%. اما اذا الديزيز affected the central nervous system اللي هو البرين and the spinal cord بيبقى المورتاليتي ريت بيعلى ل50-80%. اوكي طيب طبعا بتبقى destructive الانفكشن وبتعمل severe generalized infection اوكي للبيبي وبتبقى less frequent في حالات الهربيس simplex virus type 1. بعد كده هننقل ده بالنسبة للنيونيتل اللي هو أثناء أو بعد الولادة. أما لو المذر عندها active herpes simplex virus أثناء الولادة أثناء الحمل فبيعمل لنا حاجة اسمها premature infant born with the classic burn pattern of herpes simplex virus infection. البيبي بيبقى premature وبيتولد شكله زي كأنك مطفي عقاب سجاير في راسه فكل الحتت الحمراء دي اللي في راس البيبي دي كأنك اسمها السيجارت بيرن باترن ودي معروفة عن الانفكشن الكونجينيتال انفكشن. يبقى ايه اللي حيتولد بعيب خلقي نتيجة اصابة الامة اثناء الحمل فترة الحمل الهيربيس سيمبلكس فيروس تايب 2. ولو نفتكر من الحاجات اللي قلنا عليها بتسبب امبريونيك مال فورميشن غير الروبيلا كان هيربيس سيمبلكس فيروس تايب 2 وبيعمل تشوه للأجنة وممكن الجنين يتولد بالشكل ده عنده السيجريت بيرن باترن اوف HSV infection. الكونجنتال انفكشنز بتبقى طبعا سيفير اند فيتال بتسبب لنا تشوهات في الجنين زي الماكروسيفالي اللي هو ضمور في المخ اي مال فورميشنز تشوهات في العين وديفيوز برين دامج فطبعا ما نتوقعش ان الجنين ده هيعيش اساسا بالتشوهات اللي هي نازل بيها دي. ده بالنسبه للكونجنتال انفكشن. يبقى عرفنا الفرق بين الكونجنتال انفكشن اللي هي بيكتسبها اثناء الحمل جوه بطن مامته والنيونيتال اللي هي نيولي بورن اللي بتبقى immediately before or during birth. طيب في حاجه تانية اسمها generalized infection with herpes simplex virus. ايه الجنراليزد انفكشن دي وبتصيب مين؟ دي حاجات نادره. ليه نادره؟ لان معظم الناس اللي موجودين على وجه الارض بيحصل they acquire the virus during childhood او during infancy. ده معظم الناس فبتبقى primary infection في early childhood وبعد كده بيحصل infection recurrent infection بعد كده اللي بتعمل لنا اللي بتحصل بعد كده during life. لكن نفترض بقى في rare infection people اللي هما ما جالهمش primary infection with herpes simplex virus type 1 during childhood or infancy وجات لهم البرايمري انفكشن وهم كبار يحصل ايه؟ بتبقى طبعا اكثر خطوره
بتبقى primary infection بيحصل dissemination للفيروس into the viscera and other organs example the liver فبتعملي herpes hepatitis ودي بتبقى أكثر خطورة على ال adults اللي هو بيحصل لهم primary infection with herpes simplex virus type 1. طيب هل في complications أو مضاعفات للإصابة herpes simplex virus type 1 أو herpes simplex virus type 2؟ في complications وبتبقى life threatening complications. إيه life threatening complications دي؟ في حالة الherpes simplex type 1 اللي هو HSV type 1 بتعمل لي حاجة اسمها herpes simplex encephalitis. encephalitis اللي هو الالتهاب في المخ. دي بتبقى رير بتحصل لمين عادة؟ بتحصل للإميونو ديفيشنت patients اللي هو زي اللي هم عندهم ضعف مناعة لأي سبب من الأسباب الترانسبلانت patients لأن برضو بيبقى عندهم ضعف مناعة الكانسر patients والإيدز patients وكل دول عندهم are immuno deficient أو immune suppressed patients كل دول ممكن يحصل لهم complications الفيروس بيحصل له dissemination along the nerves يوصل للcentral nervous system سواء البرين أو spinal cord بيسبب أعراض زي الheadache والstiff neck لأنه وصل للمخ وال spinal cord وبيعمل progression ل nervous symptoms اللي هي بتسبب لي mortality البيشنت ممكن يحصل له mental disturbances ويدخل في كوما وبعدين يحصل 70% mortality الكلام ده اذا كان ما تعالجش لكن ممكن يبقى فيه علاج او متابعة للحالة بحيث تخفف الاعراض وما يوصلش لحاجة كده ان شاء الله طيب الهربيس سيمبلكس فيروس تايب 2 ممكن يسبب لي ايه برضو life threatening complication لان الفيروس بيوصل للمخ للغشاء السحائي للمخ اللي هو المانينجز وبيعمل لي التهاب في الغشاء السحائي للمخ طيب ننقل بقى للابيديميولوجي epidemiology اللي هي ظروف نقل المرض طبعا الانفكشن بتبقى more common او most common during childhood, infancy and adolescence. Okay, سواء HSV type. طبعا adolescence اللي هما HSV type 2. ال childhood وال infancy, ال young children, بيبقى HSV type 1. Herpes simplex viruses are relatively sensitive to the environment. ليه؟ لأن هما enveloped viruses. Enveloped viruses are easily inactivated with soap and water بخارج الجسم طبعا. With soap and water and detergents. احنا طبعا عارفين دلوقتي الـ enveloped viruses ازاي نقضي عليها او نعملها inactivation. طيب الـ transmission بتبقى ازاي بقى؟ بتبقى طبعا عن طريق direct contact with the secretions containing the virus. Secretions containing the virus دي بتكون موجودة في الـ saliva وال respiratory secretions وال oral secretions بالنسبة للherpes simplex type 1 وبالنسبة للherpes simplex type 2 بتكون موجودة في ال sexual secretions أو genital secretions and ممكن بالتالي تتنقل from the mother to the baby اللي هو ال newly born ف بقى الـ ده الوقت اللي هو بيتنقل فيه العدوى بقى العدوى بتتنقل ازاي بالنسبة للأدلتس بتتنقل عن طريق contact with breaks in the skin and the mucous membrane اللي هو الـ eyes والـ throat والـ mouth والـ genitalia طبعا مش بس الأدلتس ده كمان الchildren ممكن او الانفانتس ممكن يحصل لهم كده فبيحصل عن طريق contact و direct exposure to the infected secretions زي ما قلنا الـ lesions بتبقى فيها live virus الـ HSV type 1 بتنقل عن طريق oral secretions saliva respiratory secretions لأن موجودة حتى لو الشخص في latent phase أو latent period ممكن ينقلنا عن طريق الحاجات دي و HSV 2 بتنقل عن طريق gentle secretions وقت لما يكون في الـ infection أو recurrent infection primary infection or recurrent infection طبعا
بالنسبة للتايب 1 بيتنقل عن طريق person to person contact like kissing, وتايب 2 بيتنقل عن طريق السكشوال intercourse. طبعا secretions from the lesions زي ما قلنا اللي هي بتبقى ال most frequent source of the virus اللي هي containing the virus. Person to person contact by kissing اهو زي ما احنا شايفين, والبيبيز برضو عن طريق ال kissing في الهيد النك في اي areas تانية. بيتنقل برضو عن طريق contaminated eating and drinking utensils. لما بحط الحاجة في بقي في oral secretions فيها الفيروس, ممكن حد يستخدمها بعدي يبقى مش صح, ممكن ينقل العدوى. طيب عشان اتفادى كده الحاجة تتغسل بالمية والصابون, لان احنا قلنا الصابون او الديترجنس بتعمل inactivation للفيروس وبالتالي ما يبقاش يسبب العدوى. في asymptomatic carriers اللي هم قلنا اللي هم مش مهم يكون عندهم الهيربيتيك ليجنز, بس ممكن يكون الفيروس in the latent form. From time to time ال person ده بيحصل secretion للفيروس in their saliva without any symptoms, وبتبقى source of infection. طبعا HSV type 2 بيتنقل عن طريق sexual contact اولا from person to person. تاني حاجة بيتنقل from the mother to the newborn, يا اما عن طريق الكونجنتال congenital infection يا اما neonatal infection. الكونجنتال infection بيسبب لي congenital malformations, والneonatal infection ممكن تسبب lesions للبيبي زي ما قلنا قبل كده, سواء في وقت الولاده لو حصل له infection immediately before birth, ولو حصل له infection during birth اللي هو اثناء ما بيعدي في البيرث كانال ويجي in contact with the vesicles, هيحصل infection له والليجنز هتظهر بعد اسبوع لاسبوعين after birth. HSV type 2 بيتنقل للنيوبورن, بيعمل له neonatal infection وcongenital malformation زي ما قلنا. طب ايه الاضرار اللي بيعملها في الومن؟ ممكن يؤدي الى cervical carcinoma, لان HSV type 2 is a cofactor in producing cervical carcinoma اللي هو سرطان عنق الرحم. احنا اتكلمنا عن سرطان عنق الرحم قبل كده في الوارتس, وقلنا ان 85% من حالات سرطان عنق الرحم بيسببها human papilloma virus 16 and human papilloma virus 18, والباقي ممكن يكون HSV type 2 is a cofactor in producing cervical carcinoma. في الرجالة بقى مش بيعمل cancer, بس بيعمل prostatitis اللي هو التهاب في البروستات, inflammation of the prostate. treatment بقى, بالنسبة للتريتمنت acyclovir is used for treatment and prophylaxis. okay it could be used يعني treatment للعلاج بعد ما تظهر الحالة, prophylaxis للوقاية. it could be used intravenously, orally or topically. okay طيب في بقى أدوية تانية زي فامسيكلوفير أو فالاسيكلوفير اللي هو فالتريكس وترايفلوريدين, دول بيبقى alternate drugs أو بدائل بتستخدم مع يعني مع بدل الأسيكلوفير, مفيش مشكلة. طيب امتى بقى بنستخدم topical application of the antiviral agents؟ topical application بتستخدم لما يكون في oral and genital lesions, ممكن استخدم ال topical application اللي هو local application. طيب طب لما امتى استخدم ال oral treatment؟ ال oral treatment عادة بيبقى valacyclovir أو valtrex, وده بيبقى effective in case of genital herpes. okay طيب ترايفلوريدين ده بيتاخد في حالة الهربيتك كيراتيتس. طيب سيستميك ثيرابي اللي هي بتتاخد عن طريق الحقن, دي بقى بتتاخد امتى؟ بتتاخد لما يكون عندي هربيتك كيراتيتس او ديسيمينيتد انفكشنز. ليه؟ لان دول خطر. هربيتك كيراتيتس ممكن يؤدي الى بلايندنس إذا ما تلحقش, وديسيمينيتد انفكشنز ممكن بتصيب الانترنال فيسرا, ديسيمينيتد انفكشنز نتيجة immune compromised patient, أو بتكون نتيجة generalized infection اللي هي primary infection في adulthood. دول بيتعالجوا بسيستميك drugs أو antiviral agents. طيب كده بالنسبة للتريتمنت.
بالنسبة prevention and control طبعا in presence of the lesions أهم حاجة I prevent contact of infants with herpetic adults in the presence of the lesions لكن لما يحصل complete re-epithelialization of the skin ممكن يبقى في contact بين ال adults وال babies طيب ده بالنسبة ل HSV type 1 بالنسبة ل HSV type 2 I prevent sexual intercourse برضو during infection لكن لما يحصل complete re-epithelialization of the skin ممكن يحصل sexual intercourse ما فيش مشكلة بالنسبة للwomen pregnant women لازم اعمل delivery with cesarean section اللي هي ولادة قيصرية with active HSV type 2 ليه عشان ما عديه وهو جوه بطن الام وما حصلش حاجة يبقى ما عديهوش بقى بعد كده في البيرث كانال ولادة طبيعية واعمل له infection بالفيروس كده خلصنا ال herpes simplex virus type 1 و herpes simplex virus type 2 هنخش على الفيروس الثالث اللي هو human herpes virus number 3 ما هوش simplex خالص هما ال simplex بس 1 و 2 وفي نفس الوقت اسمه varicella herpes zoster virus او VZV varicella virus ده بيسبب لنا chicken pox اوكي وده بتبقى إصابة في young children مرض بيصيب young children chicken pox اللي هو الجديري المائي وفي نفس الوقت ممكن أسميه varicella زي اسم الفيروس يبقى chicken pox or varicella is a disease of young children طيب herpes zoster أو shingles is a disease of adults okay طيب هو له اسمين herpes zoster أو shingles و herpes zoster virus ده اسم الفيروس و shingles ده اسم المرض او بنقول عليه shingles or herpes zoster قبل ما نخش في ال description of the disease زي ما قلنا chicken pox is a disease of young children و zoster is a disease of adults الحقيقة ان زمان كانوا فاكرين ان الفيروس ده غير الفيروس ده وباي تايم اكتشفوا ان هما نفس الفيروس بس البرايمري انفكشن بتاعته لما بتيجي للتشيلدرن اللي هما الصغيرين بتعمل ليتنسي بعدها وبعد كده بيظهر في الادلتهود كسكندري انفكشن او ريكارنت انفكشن اللي هي بسميها شينجلز اور زوستر وهما نفس الفيروس ودي عبارة عن primary and secondary infection فسموه herpes zoster virus أو varicella zoster virus varicella zoster virus اللي هو VZV هو نفس الفيروس بس بسبب لي primary infection بيحصل latency وبعدين بيحصل recurrent infection نبتدي بقى على فكرة الشيكن بوكس أو الفاريسيلا دي بتصيب الشيلدرن it is one of the childhood fevers مرة فات لما كلمنا على childhood fevers قلنا هم خمسة measles mumps rubella والرابع اللي هو فاريسيلا اللي هو الشيكن بوكس اللي هو الجدير المائي اللي دايما بيجي للأطفال اوكي وبرضو بيحصل عدوى عن طريق respiratory droplets اللي هم infected respiratory droplets زي ال other childhood fevers وقلنا هندرسهم على herpes viruses لأن ده مصنف morphologically as a herpes virus طيب بيسبب a description of the disease اللي هو chicken pox or varicella it is a febrile exanthematous illness with vesicular maculopapular rash febrile لأنه بيسبب primary viremia primary viremia بتدينا flu-like symptoms وبارتفاع بدرجة حرارة الجسم malaise headache sore throat الأعراض اللي احنا عارفينها بتاعت flu-like symptoms exanthematous لأنه بيسبب طفح جلدي وإحنا قلنا كل childhood fevers معظمها بيسبب طفح جلدي كل يبقى كلهم بيسببوا طفح جلدي ما عدا المامبس أوكي طيب شكل الإكزانثم إيه أو الطفح الجلدي إيه عبارة عن vesicular maculopapular rash يبقى الميزلز كان maculopapular rash الجيرمن ميزلز أو الروبيلا كانت macular rash والفاريسيلا is vesicular maculopapular rash وبالطريقة بنوع الراش نقدر نفرق الأمراض من بعضها طيب immunity is long lasting وطبعا
مش هيجي فاريسيلا تاني، لكن ممكن يجي الزوستر، لان الزوستر is a recurrent infection. Cell-mediated immunity is very important for appearance of the symptoms and disappearance of the or resolution of the disease. Shingles بقى a description of the disease عبارة عن a severe painful disease with chickenpox like lesions. احنا في الشيكن بوكس اما قلنا فيسيكولار اكزانثم هو ما بيبقاش painful، عشان نبقى مفرقين برضو، بيبقى itching يعني بيهرش. اوكي، ففي الشيكن بوكس بيكون بيهرش، انما هنا في الشينجلز او الهيربي زوسر سيفير اكثر خطورة، painful مؤلم with chicken pox like lesions، وده بيعتبر اللي هو recurrent infection of varicella or chicken pox infection. The disease mechanism or pathogenesis، هنتكلم في الاول على الفاريسيلا. طبعا the virus بيتنقل عن طريق ال infected respiratory droplets، بيخش في ال respiratory tract، it multiplies in the respiratory tract، وبعدين الفيروس هيروح لل regional lymph nodes زي ما احنا عارفين، وبعد كده هيعمل لي primary viremia، وبعدين ينتقل ل secondary viremia، هتدينا ال primary viremia هتدينا طبعا ال flu like symptoms اللي هو fever، malaise، headache and sore throat، وبعد كده هيروح يعمل لي secondary viremia. secondary viremia هتكون already قبلها هيكون في ال internal organs، وبعدين بعد كده هيروح ل target organ بتاعنا اللي هو ال skin and the mucous membrane. ال incubation period بيكون من تقريبا اسبوعين، from 14 to 16 days. لما يوصل للسكن هتظهر الاعراض بتاعة الفيروس. الاعراض بيبقى فيها vesicles زي ما قلنا، بيحصل بتظهر مش على هيئة vesicles على طول، بتبقى في الاول ماكيول بتتحول لبابيولز، وبعدين بتتحول لvesicles، وبعدين pustules، والpustules هتعمل crust او قشرة، وبعدين هتنشف القشره ويبقى مفيش مشكله. طول ما في فيسيكل او فلويد في الليجنز دي بتبقى فيها لايف فيروس، وبيبقى انفكشس باي كونتاكت بات نوت ذا درايد كراست. الدرايد كراست ما سببش العدوى. اوكي، طيب هيحصل الاعراض دي، وبعدين بعد كده هيحصل يختفي، يحصل له ليتنسي في النيورونز او في السنسوري جانجليا زي ما قلنا. طيب هيستخبى فين بقى في النيورونز؟ احنا قلنا هيكون موجود، هيروح هيعدي من النيرفز اللي هو الليتنسي، هيعدي في النيورونز، هيعدي على النيرفز، ويروح للسنسوري جانجليا. هناك هيستخبى في الجانجليونيك نيرف سيلز ويفضل كليتنت فيروس. وعادة الفاريسيلا بتستخبى بتبقى ليتنت في الدورسال روت جانجليا اللي هي في الظهر في فقرات العمود الفقري، دورسال روت جانجليا or the cranial nerve ganglia اللي هي موجودة في ال skull أو في ال brain. cranial nerve ganglia أو ال dorsal root ganglia اللي هي موجودة في ال abdomen أو في ال trunk في الظهر. طيب ال chicken pox زي ما احنا شايفين اللي هو acute varicella اللي هو جدري المائي اللي بيجي للأطفال زي ما قلنا، ده diagram هيوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه. الفيروس بيروح في الأول infects the child with chicken pox، وبعدين الفيروس هيروح هيطلع الأعراض بتاعت الأكيوت فاريسيلا، هيمشي through the nerves ويروح يبقى يستخبى في النيرف سيلز in the dorsal root ganglia اللي هي موجودة في spinal cord، هيبقى latent الفيرال دي ان اي، هيستخبى كاكسترا كروموسومال particle في النيوكليوس اللي هي بسميها episome، هيستنى هناك latent لغاية لما يوصل في الادلتود في فترة تقل مناعة الشخص ده تاني، يحصل reactivation بحاجة زي مثلا stimuli معينة هنقولها بعد كده، هي الستيمولاي اللي بتعمل reactivation، فبالتالي هيحصل activation of the viral DNA اللي هو موجود في النيرف سيلز دي اللي هي في spinal cord في الدورسال روت جانجيا، هيحصل له replication واكتيفيشن، وبعدين يرجع يمشي على نفس النيرف down the peripheral nerve ويروح يصيب الشخص في نفس المكان.
اوكي اللي هو زي ما احنا شايفين المنطقة الحمراء دي، وبيبقى ماشي من الدورسال روت جانجيا اللي هي في نص الظهر على النيرفز لغاية نص التشست، وبيبقى ماسك حتة نص واحد من الجسم. هو بيمشي مش في الناحيتين، لا بيبقى مستخبي في الدورسال روت جانجيا، بيمشي في ناحية واحدة اللي هي اللي مشي عليها قبل كده الفيروس عشان يستخبى، وبيرجع لغاية نص التشست. المنطقة دي طبعا بتبقى ملتهبة، بيبقى لونها احمر، وبيبقى painful، بتبقى مؤلمة. وبعدين يبتدي يظهر عليها chicken pox like lesions اللي هي closely spaced، مش واسعة بقى. يعني بصوا في الصورة اللي هي بتاعت chicken pox، الراش او الفيسيكلز او الحاجات دي بعيدة عن بعض، اوكي widely spaced على الجسم كله. لكن هنا بقى في الشينجلز بيبقى closely spaced، وبتبقى ماشي على النيرف، فبيحصل التهاب للنيرف والتهاب للسكن اللي فوق النيرف، وبيبقى very painful. وبعد ما يحمر السكن ويحصل التهاب في النيرف تبتدي تظهر الفيسيكلز دي، والفيسيكلز هنا بتبقى closely spaced قريبة قوي من بعض، وبتبقى painful. فالتشيكن بوكس بتبقى itching، وهنا بتبقى painful او very painful، لان بيبقى فيه التهاب في العصب. في التشيكن بوكس ما بيبقاش فيه التهاب في الاعصاب، انما هنا في الشينجز بيبقى فيه التهاب في الاعصاب، وعشان كده بتبقى painful. طيب بيحصل ايه activation ممكن يتحول لشينجلز ازاي او recurrent infection؟ على فكرة الشينجلز ده بيجي مرة واحدة للشخص بس، ما بيجيش اكتر، secondary infection وخلاص، ما بيجيش بقى يفضل يروح ويجي episodes، لا هو مرة واحدة. reactivation is abrupt، بتيجي مرة واحدة نتيجة تعرض الشخص لستيمولاي like x-ray او x-ray كذا مرة ورا بعض، اللي هي بتبقى عن طريق التريتمنت، ممكن عن طريق الدراج ثيرابي لايك كورتيكوستيرويدز اور كانسر دراجز، ممكن عن لما بيتعرض لسيرجري وتبقى جامده ومناعته بتقل، ممكن لما يكون ديفلوبينج مالجنسي او كانسر، فبيبقى ده ممكن يسبب له الانفكت الريكرنس، وممكن يكون لما بيبقى فيه immune function بتتأثر زي immunosuppressed patients، أو بيكون المناعة بتاعتهم بتقل especially the older patients، لأن the older patients عادة بتبقى مناعتهم قليلة. طبعا احنا عارفين الفاريسيلا زوستر فيروس أو الفيروس ده بيبقى it escapes the immune system لأنه بيمشي على nerves، وبالتالي cell mediated immunity is important for disappearance أو resolution of the infection، مهمة قوي مناعة الشخص الراحة التامة. طب clinical symptoms، هنبتدي بقى نتكلم عن clinical symptoms في الأول بتاعت chicken pox أو الفاريسيلا. قلنا بتعمل fever، maculopapular rash، الراش بتطلع فين في الأول؟ بتطلع بتبقى more severe on the trunk الجسم، وبتبقى موجودة برضو على الراس كويس كتير on the scalp كتير، وبتبقى موجودة في mucous membrane oral mucous membrane، وبتبقى موجودة على extremities، لكن اكتر حتة بتبقى موجودة فيها هي الترنك والسكالب والميوكوس membrane of the mouth. طيب lesions بقى بتبقى قلنا بتعدي بمراحل macule papule vesicle pustule وبعد كده crust. هو الفيروس ده بالذات غير الفيروس الثانية بيطلع in successive crops. يعني ايه in successive crops؟ يعني في الاول بيظهر النهاردة مثلا مجموعة ماكيول، الماكيول دي بكرة هتتحول لبابيول، وبعدها هتتحول لباستيول، وبعدين فيسيكل، وبعدين سوري فيسيكل، وبعدين باستيول، وبعدين كراست. طيب اليوم اللي اول مجموعة دي فيها في البابيول ستيج، ممكن تظهر مجموعة تانية في الماكيول، تبتدي بالماكيول، فهيبقى عندي هنا ماكيول وبابيول في نفس جسم الطفل، وتبتدي تتطور بنفس الطريقة. اليوم الثالث هتظهر مجموعة تالتة، هتكون في المرحلة اللي هي أول مجموعة وصلت للفيسيكل، فهيبقى عندي ماكيول بابيول and vesicle في نفس الشخص. ولما تتحول أول مجموعة into pustule تظهر crop بعد كده. ليه بيظهر بقى في successive crops في مجموعات ورا بعض متتالية في خلال 3 لـ 5 أيام؟ يعني يفضل الطفل من 3 لـ 5 أيام بيطلع crops جديدة بالشكل ده. طبعا it is itching،
بتهرش ما هياش painful هي itching والطفل طبعا مش هيستحمل هيهرش فيها ولما يهرش فيها ممكن يعورها ولما يعورها ممكن يحصل infection وتعمل الانفكشن دي bacterial infection with streptococcus or staphylococcus ممكن تعمل لي pox يعني ندبات وده الجاي منها اسم pox وكلمة POC اللي هي POCK يعني ندبة أو علامة مجازا احنا بنكتبها POX بس هي الاسم الصحيح POCKS اوكي فدي بنقول عليها POX لما بيحصل POCKING أو علامات في الجسم دي بيكون نتيجة secondary bacterial infection للراش اللي موجودة لو الأدلت ما أخدهوش وهو صغير كchildhood fever ممكن يجيله بعد كده later وهو كبير وممكن يسبب له يبقى more severe طبعا الchildhood fevers دي لما بتيجي للأدلت زي ما قلنا قبل كده اللي هما ما خدوهاش قبل كده بتبقى more severe بتبقى symptoms more severe and it may cause interstitial pneumonia في 20-30% من الpatients والالتهاب الرئوي ده ممكن يؤدي إلى الوفاة يبقى دي أعراض الclinical symptoms بتاعت الchicken pox وعرفنا إن هو itching not painful و widely spaced rash بتبقى موجودة على الترنك والسكالب والميوكس ممبرينز والإكستريميتيز برضو نيجي بقى للشينجلز بتبقى mild fever مش درجة حرارة عالية بتبقى mild fever وفي نفس الوقت بيبقى severe pain في المنطقة اللي بيمشي عليها النيرف في الأول ودي بسميها pre-herpetic neuralgia يبقى بتبتدي بمايلد فيفر and severe pain in the area innervated by the nerve followed بقى بعد كده by the appearance of chicken pox like lesions والchicken pox like lesions دول بيبقوا very painful with small و closely spaced maculopapular rash on an erythematous base erythematous يعني أحمر ملتهب لأن لونه بيبقى أحمر عشان الجلد بيبقى ملتهب مش بس الأعصاب العصب اللي تحت بيبقى ملتهب الجلد كمان فعشان كده بيبقى very painful و closely spaced maculopapular rash it is more common in the elderly لأن هي recurrent infection or secondary infection of the varicella virus أو varicella zoster virus herpes zoster بيظهر في كذا منطقة مختلفة ممكن يظهر في بسميه thoracic zoster وده بيبقى مستخبي في الدورسال روت جانجليا وبيظهر على شكل a belt of roses from hell سبق وقلنا ان هو بيبتدي من نص الدورسال روت جانجليا في نص الظهر ويلف في ناحيه واحده من الجسم في خط كده segmental rash segmental يعني متقسمه ازاي متقسمه فرق بينها الخط ده وبين بقيه الجسم واضح الفرق A belt of roses from hell ليه؟ لأن بيبقى شكله عامل زي الحزام of roses لأن بيبقى لونه أحمر from hell من الجحيم لأن بيبقى بيحرق بطريقة فظيعة يعني painful فبالتالي بيسموه A belt of roses from hell وده بيبقى in the horizontal form كده horizontal strip بتبقى round one side of the chest طيب تاني فورم اللي هو الكرينيال زوستر وده بيبقى في كرينيال نيرف جانجليا كرينيال يعني has to do with the head اوكي الدماغ او الراس طيب ده بيبقى الفيروس بيبقى بيمشي على الاوفثالميك نيرف وبيبقى برضو متحدد بالظبط بيبقى شاربلي ديماركيتد اريا في وان سايد اوف ذا هيد اوف ذا فورهيد بتبقى فيها lesions والليجنز دي ممكن تكون موجودة كمان مش بس في الفورهيد والسكالب لا دي ممكن تكون موجودة في العين تقريبا في 50% من حالات البيشنتس اللي هي بيصابوا بالكرينيال زوستر طيب وبعدين ممكن تأثر على الشخص وممكن يسبب لي inflammation of the eye وممكن يعمل neurological signs ويؤدي إلى facial paralysis في الحالات الجامدة او اللي بتتساب او الحالات اللي بتهمل او حالات السيفير ممكن تؤدي الى شلل في الوش لان هي بتأثر على النيرف نفسه تالت نوع اللي هو رامزي هانت سيندروم ده بقى نوع نادر جدا جدا وده بيبقى فورم تاني من الزوستر بيطلع الاربشن للفيسيكلز دي فين بقى على التيمبانيك ممبرين اللي هي طبلت الودن والاكسترنال اوديتري كانال القناه السمع الخارجيه
وبتسبب ممكن facial nerve palsy اللي هو شلل في الوش، ودي بتبقى نادرة جدا وخطيرة، ومن رحمة ربنا ان هي نادرة جدا عشان بتبقى عواقبها خطيرة. طيب احنا اتكلمنا عن pre-herpetic neuralgia، قلنا pre-herpetic neuralgia اللي هي very painful area في الجسم قبل ما تظهر erythematous base والeruption of the vesicles، ودي بسميها pre-herpetic neuralgia بيبقى pain. طيب في post-herpetic neuralgia، بعد ما يخف الزوستر بيعمل chronic pain في منطقة الإصابة دي، ليه؟ نتيجة inflammation of the ganglia and the nerves. البين ده ممكن يقعد قد ايه؟ it could last for 2 to 4 weeks، وبعض الحالات ممكن يقعد لشهور وممكن توصل لسنة حسب ال severity of the infection. okay. طيب epidemiology بقى اللي هي ظهور انتقال ظروف انتقال المرض. طبعا chicken pox on a childhood fever، فالmajor season for infection is winter and spring like the childhood fevers، وبيتنقل برضو زي childhood fevers بالrespiratory droplets عن طريق inhalation of infected respiratory droplets، وممكن في حالات اقل عن طريق direct contact with what with the lesions not with the dried crust. dried crust مفهوش live virus، لكن lesions نفسها macule, papule, vesicle or pustule ممكن يكون فيهم live virus او موجود فيهم live virus لما بيجي in contact ممكن يتنقل by infection. shingles is not acquired by contact from varicella or from zoster. يعني ايه الكلام ده؟ يعني shingles طبعا ما بيجيش عن طريق العدوى. ليه؟ لان هو recurrent infection لشخص جاله الفاريسيلا قبل كده، فهيبقى هو عنده lifelong immunity against varicella، لكن ممكن يحصل له recurrent infection من جوه جسمه لان الفيروس latent ويطلع له الشينجلز. اوكي، فالشينجلز ما بتعديش، لا سوري، الشينجلز مش نتيجة عدوى لا من الفاريسيلا ولا من الزوستر. طيب ننقل بقى للتريتمنت. treatment of varicella is symptomatic treatment، بس اهم حاجة عشان بيبقى البوكس دي او الراش بتبقى الليجنز بتبقى itching، فممكن استخدم antimicrobial ointments عشان لو حصل هرش وتعورت الليجنز دي ما يعملش microbial infection، لان microbial infection with staphylococcus or streptococcus could be dangerous برضو، وتعمل pocking ويبقى الجسم كله مليان ندبات كده من نتيجة التعوير والهرش بتاع الليجنز. في immunocompromised patients ممكن استخدم treatment with acyclovir، intravenous acyclovir او intravenous famciclovir او high doses of interferon. طبعا ده بيبقى علاج كل ده للفاريسيلا، والعلاج الاخير ده ما بنستخدمهوش للاشخاص العاديه لكن بنستخدمه للاميونوكومبرومايزد بيشنتس. طيب نيجي بقى للشينجلز. الشينجلز عندنا ممكن نستخدم فور تريتمنت اسايكلوفير عشان يقلل الفيرال لود، كورتيكوستيرويدز تقلل شويه الوجع، وممكن الالتهاب، والانالجيسكس عشان تقلل الوجع. دول ممكن يستخدموا في حالة الشينجلز. prevention and control بقى عندنا اول حاجة ممكن نستخدم الفاريسيلا زوستر immunoglobulin اللي هي ready made antibodies، اللي هي فاريسيلا زوستر immunoglobulin، ودي بستخدمها امتى؟ غالبا في حالة الاميونوكومبرومايز. ليه؟ لان الاميونوكومبرومايز ما اقدرش اديهم live virus vaccine عشان يحميهم من الانفكشن. دول بديهم الready made antibodies دي امتى؟ او الفاريسيلا زوتر اميونوجلوبولين بديهم لهم لما بيكون الشخص الاميونوكومبرومايز ده اتعرض لشخص عيان في خلال اول 72 ساعة post exposure. لو اخد الفاريسيلا زوستر اميونوجلوبولين في خلال اول 72 ساعة من التعرض للشخص العيان بالتشيكن بوكس او الفاريسيلا، يبقى في الحالة دي بقدر احميه وما يحصلش اي مشكلة. اكتيف اميونيزيشن طبعا دي بتبقى عبارة عن فاكسين اسمه فاري فاكس،
عشان فاريسيلا فاكسين يبقى فاري فاكس ده معمول من أكا سترين live attenuated virus live attenuated virus and given intramuscularly in two doses في الفترة من 2 months ل 12 years to prevent against infection. ممكن بقى عشان ال incubation period بتاعت المرض ده تقريبا بتاخد أسبوعين, فممكن لو أنا عندي طفل ما أخدش المرض وما أخدش الفاكسين قبل كده وتعرض لحد عنده الانفكشن ممكن أجري أديله الفاكسين ده, فخلال الأسبوعين دول هيكون عمل طلع antibodies تعمل protection للبيبي ده للطفل ده after exposure وتحميه من الإصابة, ولو حتى ما عملتش كده ممكن تقلل جدا الأعراض أو severity of the infection بتاعة الفيروس الفاريسيلا. طبعا ال it is effective in prophylaxis and treatment زي ما قلنا prophylactic treatment after exposure to the virus. طيب بعد كده الطفل هيبقى محصن against فاريسيلا. نيجي بقى للأدلتهود للشينجلز. الشينجلز الحمد لله في فاكسينيشن ممكن تحمي الأدلتس من الانفكشن دي. أولا عندنا زوستافاكس فاكسين ده بيتعطى للشينجلز في الأدلتهود, وعادة بيتعطى في السن اللي فوق الستين. ده عبارة عن لايف اتنيويتد فاكسين بيتاخد مرة واحدة بس عنده الافكاسي بتاعته 50%. طبعا مع زيادة الأبحاث اللي هي عشان تحاول تحمي الأدلتس من الزوستر أو الشينجلز ظهر فاكسين تاني كان أبروفد في أكتوبر 2017 اللي هو شينجريكس فاكسين, جاي من كلمة شينجلز. شينجريكس فاكسين ده نون لايف أنتيجين ريكومبيننت, بيتعمل بريكومبيننت تكنولوجي subunit adjuvanted vaccine. ده بيتعطى in two intramuscular doses, بيتعطى في السن اللي فوق الخمسين و 90% efficient, يعني احسن من زوستافاكس. لان زوستافاكس ده 50% efficacy بتاعته, لكن هنا الافيكاسي بتبقى 90%. كده نبقى خلصنا ال 3 herpes viruses, وإن شاء الله المرة الجاية هنكمل بقية الـ viral infections. شكراً.